الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبة المشاهدين، وحييكم بأطيب وأجل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث شيق عن السنن، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. من السنن الجميلة في سيرة خير البرية تلك المواقف الجميلة الجليلة مع الأطفال، فالناظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يجد أنه أعطى الطفل نصيبا من وقته وجانبا كبيرا من اهتمامه، فكان صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أبا حنونا ومربيا حكيما، يداعب ويلاعب وينصح ويربي. وتأمل في موقف من المواقف الجليلة وهو في صلاته مع حفيديه الحسن والحسين. يقول ابن شداد، هو عبد الله بن شداد، عن أبيه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، والمقصود بصلاتي العشي الظهر أو العصر. يقول: وهو حامل للحسن والحسين على كتفيه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة فأطالها. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه فإذا الصبي على ظهره. يقول: فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال في صلاته. قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمرا أو أنه قد أوحي إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني، بمعنى ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في موقف آخر وفي صلاته كان يحمل ابن أو بنت ابنته في الصلاة. ولذلك من الطرائف الجميلة أنه يحكى عن الإمام الشوكاني أنه كان يصلي بالناس فسقطت العمامة، فحملها وهو في الصلاة فوضعها على رأسه وأعادها على رأسه، وكان هناك رجل من الأعراب يراه، فقال: يا شوكاني، هذه لم تعد صلاة، هذا لعب. فقال الشوكاني: حمل العمامة أهون من حمل أمامة، أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى الحديث النبوي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته في الصلاة، وهذه من الأجوبة الجميلة، فرحم الله الشوكاني. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلاطف الأطفال وأن يمسح على رؤوسهم وأن يسلم عليهم. أين الذي يسلم على الطفل اليوم إذا مر عليه؟ هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وكان يمسح على رأس اليتيم، ولهذا جاء في الحديث أن رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، وهذا حديث عظيم وعجيب للذي يجد في قلبه قسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى العلاج، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح على رأس اليتيم. والمسح طبعا لا يكون إلا باليد اليمنى. قال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح على رأس اليتيم. وجاء أيضا عن أبي الدرداء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كذلك يشكو قسوة في قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ومن أعجب ما قرأت حقيقة في قصة اليتامى وأهمية المسح على الرأس أنه عن ملاجئ الأيتام، وهذا حدث في الحرب العالمية الثانية. يقال أن عنبرا من العنابر كان فيه أطفال أكثر هدوءا من بقية الأماكن، وكان فيهم سكينة، وفيهم نسبة الوفيات أقل من غيرهم، وكانوا مطيعين أكثر لمرضاهم ولمن مرضيهم، يستمعون للأطباء لكلامهم وينفذون أوامرهم وطلباتهم. وكانت كل هذه الملاحظات حقيقة دافعا قويا لأحد الأطباء لطرح سؤال مهم على نفسه: لماذا أطفال هذا العنبر بالذات يتصفون بهذه الصفات؟ وبدأ ذلك الرجل يقارن بين أولئك المجموعة وبين غيرهم من العنابر، فوجد أن الطعام هو نفسه متشابه، وأن العناية الطبية كذلك متشابهة، ولم يميز ذلك العنبر عن غيره إلا أمر واحد. فما هو هذا الأمر؟ أن امرأة عجوزا كانت تسكن بالقرب من هذه الملاجئ، فكانت تزورهم في كل يوم وتمسح على رأس اليتيم منهم. انظر، كانت المفاجأة الكبرى
أن نسبة الوفيات والأمراض كذلك التخلف العقلي عند الذين حرموا من اللمس أعلى مما كانوا يجدونه من غيرهم. فاليتيم حقيقة حتى يستطيع أن يتكيف وأن يتأقلم مع المجتمع الذي فيه بإيجابية بلا سلبية وبانفعالات متزنة، فلا بد علينا أن نعطيه هذه اللمسة الجميلة، المسح على الرأس، حتى ينزع منه كل الخصال السلبية. فعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تأمل في هديه وفي تعليمه بأبي وأمي. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الحسن والحسين، وهذا من باب رعاية الأطفال، عندما يأتيانه يقول هذان سيدا شباب الجنة، الحسن والحسين، ويقول وحبهما من الإيمان وبغضهما من النفاق، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة في فضلهما وعلو مكانتهما ومنزلتهما كثيرة جدا، مشهورة في كتب السنن. وكان صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقربهما، وكان يلاعبهما ويداعبهما. ولذلك روى مسلم عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسين في فمه، فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وفي رواية إنه من لا يرحم لا يرحم. وجاء كذلك عند أحمد عن أبي هريرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه الأيمن وهذا على عاتقه الآخر، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، بمعنى يقبلهم، حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله تحبهما؟ فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. حديث حسنه المحققون. هذا حديث عظيم في باب الملاطفة مع الأطفال والسلام والمسح على رؤوسهم. ومن السنن المهجورة كذلك كما ذكرنا السلام على الأطفال، وهذا يدخل كما تعلمون السرور عليهم ويشعرون بأهميتهم في المجتمع، وبالتالي المساهمة في سعادتهم، أو على الأقل كف شرهم عن المجتمع. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الغلمان سلم عليهم. ويقول أنس في وصف حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنس ثمة كان صغير، يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي قط أف أو لا، أو قال لي لشيء فعلته لما لم تفعله، أو لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا حديث في الصحيحين. وأنس كما تعلمون أحبتي جاءت به أمه صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس بن مالك يخدمك يا رسول الله، فقبله ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة في ماله وولده وفي عمره، فبارك الله له في ماله وولده، حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة 2 من بركة المال الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولاد والأبناء فبلغوا 120 ولدا، وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الجميلة التي ربما غابت عن البعض أو البعض منهم يعني تركها تكاسلا، مسألة السواك. فالسواك يا أحبة ومطهرة للفم مرضاة للرب. السواك والاستياك بمعنى تنظيف الفم والأسنان بالسواك، ويطلق السواك على الآلة وهي العود التي يستاك بها الإنسان، وهو سبب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الرب سبحانه وتعالى، كما ثبت من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ورد في حقه الندب المؤكد كما جاء في حديث أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو وفي رواية عند كل وضوء. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله إجماع من يعتد برأيه على استحباب السواك وسنيته، ومما يدل على عظم شأنه أن بعض السلف قال بوجوبه، ومنهم الإمام إسحاق بن راهوي. الأوقات التي يستحب فيها السواك، السواك كما قال أهل العلم مستحب في كل جميع الأوقات من ليل أو نهار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وقد ذكر بعض أهل العلم مواضع يتأكد فيها استحباب السواك، فمن ذلك عند الوضوء كما ذكرنا لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء كما تقدم. الأمر الثاني والمكان الآخر عند دخول الرجل البيت للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله وبيته، قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والموضع الثالث عند الانتباه من النوم لحديث حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، بمعنى يغسله ويدلكه، يغسل فمه ويدلكه ويشوص فاه بالسواك. الموضع الرابع عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم فإنه يسن للإنسان أن يشوص فاه بالسواك. الموضع الخامس كما ذكر أهل العلم عند دخول المسجد، لأنه من تمام الزينة التي أمر الله بها عند كل مسجد، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، أن منها أن الإنسان يشوص فاه بالسواك لأنه في لقاء عظيم وفي قراءة القرآن. والموضع السادس وهو الموضع الأخير كما ذكر أهل العلم عند قراءة القرآن وفي مجالس الذكر لحضور الملائكة، فإنه يستحب للإنسان أن يدلك وأن يشوص فاه بالسواك، فهذه سنة عظيمة سنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع وأن نقتفي أثره. ولقد جاء قوله تعالى عند قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما تيسر ذكره في سنن هذا اليوم، إلى لقاء جديد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.